على مستوى محافظة المنوفية، وربما في الوقت الحالي تكون على مستوى جمهورية مصر العربية. غواص بحر النغم، نجم عمل ثورة في تاريخ الموسيقى العربية لن تقل شأنا عن ثورة 30/6. لو انت في الحر، لو انت في عز البرد، ورغم برد الشتاء القارس، الحمص وسام فارس، القدير العظيم وسام فارس، اطول عازف في مصر، اطول عازف في مصر، وفرقته الموسيقية اخويا صاحب مصر في الموسيقى الصغير، والحمص وسام فارس. ولو بتسمع وتحس او راكب توك توك او باص، الحمص واحد وبس. ايوه ثم نواصل. أرجوكم اوعوا تروحوا في اي حته. اتفضل يا سما بيه.
تفضل حضرتك. ده انا من نجم اللي فاتت.